تشاو، اهلا بكم في اللقاء لجسر عربي لقناه جسر عربي تعلم الايطاليه. انا اليساندرا، اليساندرا الايطاليه. أهلا بكم أصدقائنا أصدقاء جسر عربي، تشاو توتي لي أميتي دي جي اس ار عربي، أنا هانا، سونو هانا. Bene amici, benvenuti nella nostra quarta lezione. Avete visto le lezioni precedenti? Mi raccomando, in questa lezione esamineremo l'articolo indeterminativo, ok? Facciamo prima di iniziare un breve riassunto di quello che abbiamo fatto l'altra volta. Allora, abbiamo visto che l'articolo determinativo si usa quando gli interlocutori che parlano, quindi chi parla e chi ascolta, conosce bene il nome di cui stiamo parlando, ok? Per il singolare maschile abbiamo il, lo, ed el con apostrofo. Per il maschile plurale abbiamo i e gli, mentre per il femminile singolare la ed el apostrofo, e per il femminile plurale soltanto uno, le. Grazie mille per i vostri compiti che ci sono arrivati sul nostro canale, ho visto che avete scritto numerosi, mi raccomando continuate a esercitarvi. النهاردة إن شاء الله هنبدأ معاكم الارتيكولو إنديترميناتيفو أو أداة النكرة اللي هي غير المعرفة، وطبعا دي لا كوارتا ليتسيوني أو الدرس الرابع لينا، وإحنا يعني هنكون سعداء لو تابعتوا الدروس اللي فاتت على قناتنا جي اس ار عربي على اليوتيوب. وبنفكركم إن إحنا المرة اللي فاتت أخذنا الارتيكولو ديترميناتيفو، الارتيكولو ديترميناتيفو يعني أداة التعريف، وهي بتكون للأسماء اللي معروفة من قبل المتحدث وكمان من قبل المستمع، يعني إحنا الاتنين عارفين إحنا بنتكلم على إيه، يعني لو قلنا إيه الراجاتسو إحنا الاتنين عارفين مين الراجاتسو. فإحنا قلنا إن في بالنسبة للمفرد المذكر كان في ثلاث أدوات، وللمفرد للجمع المذكر كان في إي واللي، اي ولي، وللمفرد المؤنث كان معانا لا والابوستروفو، وللجمع المؤنث كان معانا اداه واحده فقط وهي لي. يعني اللي عايز يعرف الدرس بالتفصيل ممكن يروح مره ثانيه للدرس الارتيكولو ديترميناتيفو ويتفرج عليه ويتابعه ويعرفه بالتفصيل. وبنشكركم على التعليقات اللي موجودة على اليوتيوب، ويعني تستمروا معانا إن شاء الله. أليساندرا. Ok, benissimo. Allora, continuiamo con il nostro articolo indeterminativo. Allora, l'articolo indeterminativo in italiano si usa quando chi parla e chi ascolta non conoscono ciò di cui stanno parlando. Per esempio, un americano. Non sappiamo chi. Un americano. Allora, per quanto riguarda il maschile singolare, abbiamo due articoli. Un, appunto, si usa davanti alle vocali e davanti alle consonanti, mentre uno si utilizza quando c'è la S seguita da una consonante. Nel primo caso facciamo qualche esempio. Un americano, un olandese, un amico, un francese, un tedesco, un libro, un giornale. Oppure uno svizzero, uno spagnolo, uno studente, uno psicologo, quindi con TS, e uno zio, quindi con Z. هنبدأ معاكم شرح أرتيكولو إنديترميناتيفو، أرتيكولو إنديترميناتيفو أو أداة النكرة. أداة النكرة يعني هي بنستخدمها مع الأسماء ولا المتحدث عارف مين هو ولا المستمع عارف مين هو. بنتكلم على شيء نكرة غير معروف بالنسبة للي بيتكلم أو للي بيستمع، وهم أدتين في المفرد المذكر المسكيلة سينجولاري، وهم أدتين أداة أون وأداة أونو. أون بنستخدمها مع جميع الأسماء المفردة المذكرة اللي بتبدأ بحرف ساكن كونسونانت أو حرف متحرك فوكالي، زي مثلا أون أمريكانو. أون أمريكانو يعني أمريكي، أي حد أمريكي، مش أمريكي بعينه يعني إحنا مش عارفينه، أمريكي. أون أمريكانو. أون أولانديزي،
un olandese, يعني هولندي، أي هولندي. Un amico, أي صديق، صديق فقط لا غير. Un francese يعني فرنسي، أي حد فرنسي. Un tedesco, ألماني، أي حد ألماني طبعا. Un libro, كتاب، أي كتاب. Un giornale، جريدة أو أي جريدة. ولكن في حالة الأسماء اللي بتبدأ بأس بيو كونسونانت زي سويسرو بنقول اونو سويسرو، اونو سويسرو، او اونو سبانيولو. اونو سويسرو يعني سويسري، واونو سبانيولو يعني اسباني، اي حد اسباني او اي حد من اسبانيا اسمه اونو سبانيولو. واونو ستودنت، اونو ستودنت يعني طالب. وبنضيف عليهم كمان الاسماء اللي بتبتدي بحرف البي اس او بحرفين البي اس، زي اونو بسيكولوجو، أو أونو كمان الأسماء اللي بتبدأ بحرف زيتا زي أونو زيو، يعني عم. أوكي، perfetto. Passiamo invece al femminile singolare. Il femminile singolare abbiamo due variazioni. Una, ok, e un con l'apostrofo. Una si utilizza quando il nome che segue l'articolo inizia con una consonante. Per esempio, una francese, una tedesca, una svizzera, una chiave, una finestra. Mentre un con l'apostrofo si utilizza quando il nome che segue l'articolo inizia con una vocale. Ricordo che le vocali in italiano sono A, E, I, O, U. Facciamo un esempio. Un'americana, un'olandese, un'italiana, un'amica. يبقى عندنا أدوات النكرة أو الارتيكولو إنديترميناتيفو، أداة النكرة، مع الفيمينيل سينجولار مع المفرد المؤنث، هما أدتين. أون أبوستروفو أو أونا. أون أبوستروفو، الأول أونا بنستخدمها مع كل الأسماء المذكرة اللي بتبدأ بحرف ساكن، زي أونا فرانشيزي، أونا فرانشيزي فرنسية، una tedesca Almania, una svizzera Svizzera, una chiave مفتاح، una finestra يعني نافذة أو شباك، كلهم غير معرفين. وun apostrofo بنستخدمها مع الأسماء المؤنثة التي تبدأ بحرف متحرك. بنراجع مع بعض مرة أخرى الحروف المتحركة أو لي فوكالي، وهم خمس حروف متحركة: حرف الأ والأ والأو والإي والأو. una americana, un olandese, un italiana, un'amica. Un'americana, un'olandese, un'italiana, un'amica. Un'americana, americana. Un'olandese, yani olandia. Un'italiana, italia. Un'amica, yani sadiqa. Allora, quindi, mentre per quanto riguarda l'articolo indeterminativo al plurale, abbiamo al maschile un diventa dei e degli. Allora, dei con quando il nome che segue l'articolo indeterminativo inizia con una consonante, mentre degli quando il nome che segue l'articolo inizia con una vocale. Poi abbiamo anche uno che diventa invece degli, per esempio uno stato, degli stati. È un esempio di prima, un film, dei film. Oppure un uomo, degli uomini. يبقى معانا الارتيكولو انديترميناتيفو او اداه النكره انديترميناتيفو في حاله البلوراله او الجمع. اول حاجه هناخدها مع الماسكيلي، ماسكيلي بلوراله طبعا. لو هو بيبدا الاسم بحرف ساكن زي كلمه فيلم، وطبعا فيلم هي من الاسماء الاجنبيه المفرد زي الجمع. الفيلم او اون فيلم، اون فيلم يعني
أي فيلم، فيلم أوكي، يبقى الجمع بتاعها داي فيلم، داي داي أداة النكرة في الجمع، داي داي فيلم. ولو الاسم بيبدأ بحرف إس بيو كونسونانت اس وساكن زي كلمة ستاتو، اون ستاتو، اونو ستاتو يعني بلد دولة، اونو ستاتو، يبقى دالي ستاتي، دالي ستاتي يعني دول، دالي ستاتي. وكمان في حالة الاسم اللي بيبدأ بحرف متحرك بياخد أداة الجمع للنكرة دالي، يعني مثلا اون وومو، اون وومو يعني رجل، دالي وومني، دالي وومني يعني رجال. يبقى عندنا داي ودالي، داي في حالة الاسم اللي بيبدأ بساكن يبقى داي فيلم، اون فيلم، داي فيلم. وعندنا دالي في حالة الاسم اللي بيبدأ ب اس بيو كونسونانت زي دالي ستاتي، اونو ستاتو، دالي ستاتي. او في حاله الاسم المذكر اللي بيبدا بحرف متحرك زي وومو يعني رجل، بيكون دالي وومني، اون وومو، دالي وومني. طبعا احنا في العربي ما عندناش اداه نكره، يعني احنا في العربي بنذكر الاسم من غير نكره، يعني بيقول رجل بس، ولكن في الايطالي بتستخدم اداه نكره. Quindi prestate molta attenzione a questa differenza perché in arabo appunto non c'è l'articolo indeterminativo. Perfetto. Allora passiamo adesso al plurale femminile. Il plurale femminile sia una che un con l'apostrofo diventano delle, sia che il nome sia inizi con una consonante, sia che il nome inizi con una vocale. Ad esempio, una città. Delle città, un'arte, quindi con apostrofo e vocale, un'arte diventa delle arti. وبالنسبة للفيمينيلي أو المؤنث، لما نيجي نتكلم عن الارتيكولو انديترميناتيفو بلورالي في حالة الجمع، يعني أداة النكرة في حالة الجمع، هي أداة واحدة فقط لا غير، وهي دالة. دالة بنستخدمها مع الأسماء المؤنثة اللي بتبدأ بحرف ساكن أو مع الأسماء المؤنثة اللي بتبدأ بحرف متحرك. على سبيل المثال لاتشيتا، وعشان نفتكر نرجع لدرس السوستانتيفو، إن تشيتا بتنتهي باتشنتو، والاسامي اللي بتنتهي باتشنتو المفرد زي الجامعة، يبقى لا تشيتا او اونا تشيتا، اونا تشيتا يعني مدينه، اي مدينه، بتتحول لدالي تشيتا، دالي تشيتا، بس تشيتا الثانيه معناها جامعة، مدن. تشيتا الاولانيه مدينه، وتشيتا الثانيه مدن، يبقى اونا تشيتا، دالي تشيتا. Benissimo. Allora, la nostra lezione oggi termina qui. Prima di lasciarci, però, vorrei fare un piccolo riassuntino di quello che abbiamo detto oggi. Abbiamo parlato quindi dell'articolo italiano indeterminativo. L'articolo indeterminativo si usa in italiano quando le persone che stanno parlando, quindi chi parla e chi ascolta, che si chiamano interlocutori, non conoscono ciò di cui stanno parlando, il nome. Ok? Quindi si usa l'articolo che cambia femminile, maschile, singolare e plurale e si accorda sempre al nome, come abbiamo visto anche per l'articolo determinativo. Facendo un breve riassunto, diciamo che l'articolo indeterminativo al maschile singolare può essere un se la parola inizia con una vocale o con una consonante e uno se la parola inizia con S più consonante o con P più S oppure con Z. Poi abbiamo visto che al femminile singolare ci sono una se la parola inizia con la consonante e un apostrofo se la parola inizia con una vocale. Ripeto, le vocali in italiano sono 5: A, E, I, O e U. Poi siamo passati ad esaminare il plurale. Abbiamo visto che il plurale dell'articolo indeterminativo maschile può essere un che diventa dei o degli. Dei quando la parola inizia con una consonante, degli quando la parola inizia con una vocale. Poi abbiamo
visto che può esserci anche uno che diventa degli, quindi dei, un film dei film, un uomo degli uomini, uno stato degli stati. Passando al femminile abbiamo visto che una o un apostrofo diventano delle, quindi c'è solo una forma di plurale, delle, sia che la parola inizia con la vocale, sia che la parola inizia con la consonante. Per esempio, una città delle città, un'arte delle arti. اوكي okay. يبقى قبل ما نمشي او بعد قبل ما نخلص معاكم بنعمل مراجعه سريعه على اللي اخذناه النهارده. واحنا اخذنا ارتيكولو انديترميناتيفو يعني اداه النكره، وقلنا ان هي في حاله الماسكيل سينجولاري او المفرد المذكر في ادتين نكره اون واون. اون بتكون مع الاسماء المذكره اللي بتبدا بحرف ساكن او حرف متحرك، واونو بتكون مع الاسماء المذكره اللي بتبدا بحرف اس بيو كونسونانت او بحرف بي اس او بحرف زيتا. وقلنا في حاله الفيمينيل سينجولاري او المفرد المؤنث اداه نكره بتكون ادتين، عندنا اون ابوستروفو وهي مع الأسماء المؤنثة اللي بتبدأ بمتحرك، أو أونا وهي مع باقي الأسماء. وبالنسبة للجمع فقلنا للمفرد عندنا أدتين للجمع، داي داي وهي مع الأسماء المذكرة الجمع اللي بتبدأ بحرف ساكن زي فيلم فيلم بيكون داي، أنا آسفة، أون فيلم فيلم بتكون داي فيلم أفلام، أو في دالي دالي بتكون مع الأسماء المذكرة اللي بتبدأ بحرف متحرك زي أومومو، وأومومو وومو يعني رجل، يبقى دالي وومني رجال، أو مع الأسماء اللي بتبدأ بحرف اس بيو كونسونانت زي أونو ستاتو دولة، دالي ستاتي دول. بينما في حالة الجمع المؤنث فجميع الأسماء المؤنثة في الجمع بتاخد أداة النكرة دل دل في كل الحالات. وكان ده الدرس اللي معانا articolo indeterminativo. Benissimo amici, siamo giunti alla fine di questa nostra quarta lezione. Mi raccomando, andate a vedere anche le lezioni precedenti per avere delle informazioni complete. Fino a qui abbiamo visto il nome, il sostantivo, l'aggettivo e l'articolo determinativo e indeterminativo. Scrivete se avete qualsiasi dubbio, noi saremo felici di rispondervi e mi raccomando seguiteci sempre sul nostro canale Gestor Arabi. Grazie mille, ciao! يبقى احنا لحد هنا احنا كده خلصنا معاكم درسنا، وكان درس الرابع بالنسبه لنا. طبعا احنا اخذنا السوستانتيفو عشان نفتكر، واخذنا لادجيتيفو الصفه، واخذنا كمان الارتيكولو ديترميناتيفو او الاسم او اداه التعريف، واخذنا النهارده في درسنا الارتيكولو انديترميناتيفو. وبكده احنا بنكون خلصنا درسنا. وشكرا لكم، وتابعونا على قناتنا، قناة اليوتيوب جي اس ار عربي. تشاو. اوكي تشاو هنا، جراسيا تشاو.